شاد الشواء. وما ينوضوا تيغوتوا عند الحسن الثاني وقال له الحسن ستوب والا غادي تجينا قلبه اقتصاديه. اي سي فري دونك لو كابيتال اي بلو فور كو لا مورال. ولا كلامي راس مال اقوى من الاخلاق الاخوان. واللي كذبني قرا ماكس فيبر. تفضل اخي اكسل. شكرا 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 لاخ جدي، مداخله جيده. وانا والله ما ندوز قدام بيان لير، انا مورا بيان لير توحشناه نسمعوا طلع بيان لير انا وراك سيد رغطه. هاد بيان لير اللي كتشوف ربما عطاك ترا بغينا نسمعوا والله الا بغينا نسمعوا هاد بيان لير نسمعوا والله ما فينا هو بيان لير. بيان لير واش كاين بيان لير؟ وا بيان لير تم ربكم فين هاد بيان لير؟ ما كاينش ما كاينش بيان لير في البي ان. هو قال لك السيمو في البي ان اخي اصل واحد القادير يقول هذيك هي في سبيل جبل تبقال راه اللي نعم. قال هذيك العباره ديال اخلاق العبيد راه ما كانش تيقصد بها شي حاجه سلبيه راه كان تيقصد بها شي حاجه مهمه وضروريه وايجابيه فهمت؟ لا مقال لا نيتشه نيتشه ملي كان تيهضر عليها تيقول لك اخلاق العبيد بمعنى دوك الناس اللي بغيت تحروا واللي تيكونوا في الفوضى وتيكونوا تيغوتوا وتيكونوا الهضره راهم هي في طريقهم في واحد الاتجاه ومن بعد غادي يولي يتحروا وتنظموا غادي يولي عندهم اخلاق. نعم يا خي جوس نعم يا خي جوس الطفل المغربي واش دابا خلى عليك بالله اخي جوس فاش كتشوف الطفل المغربي كيبيع المكادير 4 دريال ولا ديال الدرهم ولا شحال كيدير دابا ولا كتشوف هذوك الاطفال في محطه التاكسيات ولا في محطه الكيران هذا ينده له الجبين الا ما قدرش عليهم والديهم خص الدوله تحمل المسؤوليه ديالها وتشدهم في الخيريه كاينه دار الطالب ونعلمهم ونخرجهم منهم بوليسي ولا جوندارم ولا موظف ديال الدوله ولا مهندس ولكن هذاك الطفل ماشيش بلاصتو هذه انا راه بكيت جوج فاش هذوك دوك المشاهير اللي مشاو للمغرب وغيخدموا مع دوزيم وكيضحكوا على ولادنا في مراكش انا جاي لي البكاء جات لي الحقره علاش تحتقر الطفل المغربي؟ علاش تحتقر وتقول هذا ولدي ولا سميتو؟ في الحبس اللي عندي جد باباتهم الكلب في الحبس ولا ماشي في الحبس خصنا حنا كاملين تكون عندنا واحد الاراده لا فولونتي ديال الشعب ديال الناس اللي في الخارج ديال الناس اللي في الداخل تكون واحد لا فولونتي اللي هي جماعيه باش نزيدو بهذاك الشيء القدام وتعرف الا درتي شي حاجه راه درتيها ولاد ولادك ماشي ليك نتايا انت ما غتصيف التوزه اللي دخل باش يدير شي عمل جمعوي ولا شي عمل نضالي ولا شي حاجه باش يستافد هو راه هذاك حمق هذاك الشيء راه كيستافد منه الاجيال اللي غتجي من بعد نعطيو كرامه للمراه المغربيه للطفل المغربي للانسان المغربي بصفه عامه وما نشوفوش خوذنا احنا ماشي رخاص انا ماشيش الانسان المغربي يبان يقول لك هذاك غير مغربي وانت غير مغربي لا 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 ولينا رخاص اللي غيهضر لك على المغرب غيهضر لك على العاهرات ولا غيهضر لك على المغربي بلا انه رخيص احنا ماشي رخاص احنا ماشي رخاص وما غندخلوش على هذيك البلاد بدمائنا واموالنا احنا معاكم ولكن انتوما خصكم تكونوا معنا خصكم هادوك الناس اللي كيسيروا هذيك الدوله خصهم يكونوا مع الشعب راه الشعب اللي غيكون معاك الا جي الا جاب الله تحطيتي في المحنه وبركه من ابو جهل وابو زنطره وقال هذا وقال هذا وعلينا هذاك الدين جانبا هضروا لنا باش غنبنيو هذيك الدوله يلاه فقط اشنا هي الحاجه اللي كنتشاركوها فيها كاملين اليهود المسلمين الصوفيين المتشدد هاد شي حاجه اللي غتشاركوا فيها كامل تحيه لكم الاخ زوس راك في المايك خذ اخي بيان لير ربما طولت عليكم واسف اسمح لكم
بيان لير خويا خاي بيان لير. ايوا وشنو هو الموضوع؟ السواديك الجميله مرحبا بك. الموضوع هو كيفاش المغرب غيتقدم. انت اضرب فيما بغيتي. طلع اخويا واحد التقرير جاو كيقولوا هذاك الشيء اللي كنقولوا في البالطو. واحد التقرير بلي ان المغرب خصو يدير هذه خصو يدير هذه خصو يدير هذه خصو يدير هذه. هذاك الشيء اللي كنتي كتقول. المهم ضرب فيما ضربتي القرع يسيل الدم. انت سميتو عطينا الاسلاميين عاوتاني بغينا نسمعوا شي شحال شحال هذه ما سمعناك. اخبرت ابيان لير ما بقيتش شي ما بقينا نسمعوك اصاحبي. اخبرتي انا ديما نسمع ياك عمري دابا خصنا ندير دعاء التقدم. التقدم والازدهار. كاين دعاء ديال التقدم وكاين دعاء ديال التطور وكاين دعاء ديال الازدهار. خصنا نبقاو ندعيو حنا ديما في طور التقدم. قال لك بغاو يبنيو دولة، انتم باقي ما بنيتوش دولة، قالك انتم امازيغ وعندكم تاريخ، اش كنتو كتبنيو؟ طواجن ومجامر طريق النمو. قيل يو جو ان ذا رونغ واي في طريق النمو ما وصلتيش، خصك تعرف بان راه خصك تعاود تشوف الخريطة. شوف هذاك الجي بي اس وقيلا مصوبين الخزرج ولا الاوس هما اللي صوبوا لك هذاك الجي بي اس ديال طريق التقدم. وان واي تو هيل. طريق دمنات. هادشي ديما كنا كنسمعو غادي نديرو غادي نفعلو غادي نتركو. داز دابا 70 عام وباقي ما درنا حتى شي قلوه. باقي كنتسناو في طريق التقدم. ايوا هادشي اللي وقع لينا دابا 70 عام وحنا كنتسناو. فرنسا جات 50 عام بنات دولة. 50 عام ماشي هما امازيغ وكبروا معانا، لا هما ما كيعرفوناش كاع، ما عندهم حتى شي علاقة بينا. ودخلوا بناو الدولة وخرجوا. دابا واش حتى الهدف ديالك بناء دولة وراه الهدف ديالو بناء مملكة. سمعتي؟ واش كتشوف الميريكان كيبان لك الرئيس من الشعب، كيجي وكيعمر واحد البلاصة وكيخرج حالته وكيولي من الشعب. سمعتي دي قضية ديال منكم وإليكم ياكل لا. فهنا كيبان لك بأن وراه ما كاينش لا رئيس لا والو، وراه كاين على الشعب. من واحد كيكون رئيس كيدوز 4 سنين ولا 8 سنين وكينزل يريح مع الشعب. دابا فاش كينزل كتعود عنده إين أدريس الإخوان، كتعود عنده مثلا شارع الزرقتوني رقم 333 هذا البريزيدون ديال البلاد. يعني كتعود عنده واحد لادريس بحال لي زادريس ديال الشعب تماما لا تختلف. اوكي والفاهم يفهم. هاد الدولة هادي تباعت وخلصوا عليها شحال هذه فهمتي، تباعت وتشرات شحال هذه باش تباعت وتشرات. انا ما كنعتقدش بان خصنا نتعاملوا مع الدوله بحال امك مثلا. امك واخا دير لك اللي دارت ليك ما عمرك كتبقى ديما تبول امي وداكشي واخا دوز عليك العذاب الاليم. وهادشي بكري دابا ولا الا امك دارت لك شي حاجه كدور فيها. دابا واش الدوله غنعاولو هذاك انكونديسيونيل داك لاموخ انكونديسيونيل؟ والدوله كتحتاجها ولكن فاش كنحتاجوها راه
خصنا نخرج عند شي ناس اخرين باش كنحتاجو الدولة ديالنا ما كنلقاوهاش. خشي فينا يهاجر اسبانيا و خشي يمشي لفرنسا و بلجيكا و طاليان هولندا انجليز الالمان امريكان نورفيج فين هي الدولة ديالك؟ اوكي انا كيحط الملكيه في موقفك دابا هما كيطلبوا منا ما ليس لدينا كيطلبوا منا الوطنيه وهما اللي اكزوستاو هذيك الوطنيه منا هما اللي اجهضوا الوطنيه من الانسان المغربي حتى شي حاجه ما داروها للمغربي باش يحس براسو بانه مغربي. احنا مغاربة بالفطرة احنا ماشي مغاربة بانغزونمو بحال الا قلت يمك امك بالفطرة ديالك وماشي بلوغزونمو حقاش احنا كبرنا بديك الفكرة ديال ان الوالدين ديما عندهم الحق وخا خطأ وخا خاطئين ديما عندهم الحق وخا خاطئين. دابا فاش كتبغي الوالدة ديالك كتبغيها بالفطرة هي ديما كتبغيها regardless وخا تكون هي كيف ما كيوقع في جميع المجتمعات راه كيوقع حتى في المغرب كاين الأمهات اللي ما كيديوهاش في ولادهم ما كيقرروش ولادهم كيما تقحبين حدا ولادهم ومع ولادهم ما كيديهمش المدرسة وما كيوكلهمش مزيان ما كيعلموهمش مزيان ما كيداوهمش مزيان ياكل نفس الشيء مع الوطن اللي مخلينا وطنيين هو الفطرة ديالنا. اشنا هي الفطرة ديالنا؟ واحد البيئة اللي انت المنتوج ديالها ما يمكنش تهرب منها فطرة ما يمكنش تخرج عليها فطرة. اوكي ونفس الشيء عندنا مع البلاد ديالنا اللي بقى فينا هو عزيز عليا الطواجن عزيز عليا الثقافه ديال المغرب والديا والدرب اللي كفاتي فيه اوف كورس سيكون عزيز عليك حيت ما عندكش شي نوتخ اوبسيون. دابا الناس اللي بغونا الوطنيه وإلا إلا حطيتي شي حاجة راه غادي تاخذ لي فغوي ديالها. إلا بنيتي مثلا الميريكان فاش كيبغي يقول لك أنا بغيتك نديرك وطني هي جيفز يو ستيك يعني كيعطيك واحد الشير واحد السهم من هذيك الدولة فهمتي كيقول لك شري الأرض ولا بني دار ولا شري دار ولا دير بزنس ولا نعطيك الحرية ونعطيك الطمأنينة ونعطيك الأمان. لحقاش الدنيا ما كتخدمش ما كتعطيك شي حاجة فابو كتسمى هاك ورا ما فيها حزارة كنخدمو بالمصالح. دابا غنسولو هاد البلاد ديالنا regardless بغض النظر على الفطرة اش عطاتنا هاد البلاد دابا خصك تحيد الفطرة خصك تحيد الفطرة بان امك عزيزة عليك وخوتك عزاز عليك ولاد عمك ولاد خالك عزاز عليك وصحابك اللي عزاز عليك والدرب ديالكم عزاز عليكم هادشي كله فطرة راه لا علاقة له بالوطنية. الوطنية فيها البرنسيب ديال هاك ورا ما فيها حزارة راه ما عمرك غتلقى شي واحد من السويد خارج بغى خصو يعيش في شي بلاد اخرى حيت ما لقاش الخدمة في بلادو جامي. هذاك ربما غادي تسولو على الوطنية فهمتيني. احنا في
التاريخ ديالنا وعشنا تاريخ وعشنا واحد التجربه ديال تخوا جينيراسيون، شفنا كيفاش تغيرت لا بروميير وكيفاش تغيرت لا دوزيام وشفنا كيفاش تغيرت لا تخوازيام، ولا حنا في ان بروسيس باش نشوفوا كيفاش كتغير لا تخوازيام. اوكي، هاد المسائل عشناها وتجربها. دابا انت الله بديتي الدولة، اذا هناك خصك تقلب على لينيتي ديال هذيك الدولة، انت خصك تقلب على شي ميساج بوزيتيف لهذيك الدولة بس تحسسهم بالوطنية ديالها. احنا لو وقع لنا في التاريخ ان المصلحة ديال النظام هو ان تكون عندنا واحد يكون عندنا واحد الانتماء للشرق الاوسط قبل ان يكون عندنا واحد الانتماء للمغرب. الا كتسولوا على الوطنيه، انا ما عطوني حتى شي حاجه اللي كتقوي فيا هذيك الوطنيه ديالي. انا عزيز عليا البلاد ديالي، عزيز عليا الطواجن، العائله اللي تبات فيها، اخوتي، عمامي، اخوالي، ولاد عمامي، ولاد خوالي، الجيران، صحابي، المدينة ديالي، البلاد ديالي، يا عزيزة عليا كل شيء، هذا الشيء بالفطرة. ولكن الدولة ما داتش واحد الحاجة، أنك تعزيز الثقافة، أن تعزز ليك هذيك الثقافة. دابا باش كتعزز واحد الحاجة إلا عندك عليها معلومات بزاف، اي حاجه عندك عليها بزاف ديال المعلومات كيكون عندك فيها واحد العلاقه كبيره. دابا في التاريخ ديالنا فاش كنا، وهذا مشكله، هذا الشيء داكشي كيوقع في سوريا مثلا، كتلقى بنادم سمح في البلاد ديالو، سمح في الكرامه ديالو، واقف في لون في الرون بوان وكيسعى. سمعتيني؟ ما كنهضروش على مغربي، راه كنهضروا على سوري، راه من عندهم جات كلمه السريانيون. اوكي، ها هما مهد الحضاره. هذاك السوري باع كل شيء، وباعوا ان دروب اوف دايم، باعوا بالخف. ما كان عاش كون هذا متاح ليا، ما داكشي كاع ما كان عاش كون هذا متاح ليا. سمعتونا الاخوان، الناس فاش كتمشي الا مشيتي لا كولتير مثلا ديال الامريكان، غادي يشدوا لك الامريكان كلها، غتلقاها في الثقافه ديالهم كاع داكشي اللي كيدير. دابا عندهم طوموبيله ديال فورد، غادي نتحداك انا نجيب لك الطوموبيله كتهضر على فورد، ولا أجيب لك أنا أغنية كتغني على فورد ماستانك. وإلا كتعجبك فورد ماستانك 611، غادي نجيب لك أنا أغنية عندهم، ونجيب لك الشعر ديالهم والأدب ديالهم اللي كتبوا على ماستانك، على فورد. كيفاش كانت الحرب؟ عندك الحرب مع البشر، ولا عندك الحرب مع دولة أخرى، ولا عندك دي حرب على الشعب ديالك؟ راه ما يمكنش تقرا التاريخ المغربي وما تلقاش مكتوبه فيه كلمه طاجين، راه خصها تكتب كلمه طاجين. شي حاجه كنعرفو حنا الطاجين اكثر من اللي كنعرفو التفصيل، ولا داتي واحد لاقيت صوت في المغرب غادي تسمع طاجين بزاف، طاجين 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 طاجين. الا قريتي البروغرام ديال شي دري صغير دخل المدرسه، فاش كتقرا البروغرام ديالو كتقول انا بغيت نعرف هاد الطفل هذا اش من دوله كينتمي ليها. اصلا هاد كلمه امازيغ شفتها مره واحده في التاريخ ديال المغرب كامل، هي سكان المغرب الاولون هم المغاربه ابناء امازيغ، اتوا الى المغرب من اليمن عن طريق الحبشه ومصر. كان المغرب عبارة عن
بحر تلاطمت امواجه وداك الشيء. سمعتوني يا الاخوان؟ كيفاش انت دابا امازيغي عرفتش انك انت امازيغي؟ انا ما كنتش كنعرف اش كتعني امازيغي. اوكي، شي هادشي كيدل كاين واحد المؤامرة. هادشي كيبان ليا كاين واحد الكونسبيرسي ضد الشعب المغربي. كيحاولوا يوهمونا بأن نحن كننتميو للشرق الأوسط، وأن التاريخ ديالنا بدا مع الإسلام. وهذا هو الوهم. فاش كتقرا داك التاريخ ديال المغرب تيقول لك كان المغرب عن كان المغرب كان في الماض ناقص، المغرب مبتدا مرفوع عبارة. اوكي، وات ذا فوك فوكين برين سيرجري. كان المغرب عبارة عن بحر هاجت مياهه وتلاطمت أمواجه. ومن بعد تيقول لك دخل المولى إدريس الأول. هو كيبدأ لك من اللي كانت ربما إفريقيا كلها ما باقي اليابسة، ما كايناش في الكرة الأرضية. ومن بعد كيدوز ديريكتومون كيدوز لك عند مولى إدريس الأول. اصلا ما يو نيفر فاكن اكزيستد حتى جا مولى ادريس الاول. يا كل الله، وفاش تيقول لك المولى ادريس الاول انت ما بقيتيش مغربي، انت وليتي من الشرق الاوسط. والهدف ديال النظام المغربي انه يرجعك انت واحد الانسان تنتمي الى الشرق الاوسط. لماذا؟ حيت في التعليم ديالك، كله ما كان هدروش على المغرب، بغاو يهدروا لنا على الشعر، خصو يجيبوا لنا الشعر الجاهلي والشعر ديال الشرق الأوسط. بغاو يهدروا لنا على شخصيات، خصهم يجيبوا لنا الشخصيات كلهم يجيبوهم لنا من الشرق الأوسط. احنا ما عندنا، خصهم هما يجيبوا لنا عمر بن الخطاب، ويجيبوا لنا علي بن ابي طالب، ويجيبوا لنا محمد والصحابه. على جميع المستويات، ولا الشرق الاوسط هو اللي مهم. دابا تقول لبنادم الشجره ديال الزيتون كتجي كتضرب ليه في دماغه الشجره ديال التمر اكثر من اللي كتضرب ليه في دماغه الشجره ديال الزيتون. حتى شي حاجة ما عندنا في بلادنا كنعتزو بها، لا باللغة ديالنا، اللغة ديال قريش حسان من اللغة ديالك، لا الما ديالنا ماد بيه زمزم حسان من الما ديالك، لا عندنا عبد الكريم الخطابي، وعندنا عمر السوسي، وعندنا شكون هذاك؟ علال الفاسي، ماشي عمر السوسي، الآخر علال الفاسي المختار ياك، مختار السوسي. فاش كتقرا اشنا هو دابا فاش كتمشي عند الطفل المغربي الامريكان مثلا، من خلال هذا كتلقى الطفل كتلقاه امريكاني كيعتز بالبلاد ديالو. علاش؟ حيت كيعرف بزاف على الثقافه ديالو، كيعرف عليها كل شيء. فاش كيمشي يقلب الكتاب ديالو كيلقى فيه وايت شي وايت بريد ويد جريلد ساندويتش، كيقرأ فيه على البيكان، وكيقرأ فيه على اللارس وعلى التوميرو، وكيقرأ فيه على المايونيز. ها، ولا قلتي لي على الماكلة اللي كياكل، ولا الباي، أبل باي، بامكن باي، كتلقى كل شيء الثقافة. يعني كاع الحوايج اللي عنده في المجتمع ديالو كيشوفهم، وحواس الإدراك كتوصل لهم، كتمشي للمدرسة كتلقاهم. فهنا كيكون تناغم في الطفل ما بين الثقافة ديالو
والتعليم ديالو هنا والثقافة والتعليم ديالو كيعبروا على بلد واحد هو الأمريكا. أوكي، نرجع للطفل المغربي. أوكي، القضية اللي ناخدو أنه كاين شي حوايج دي زيليمون بزاف في جميع الميادين في واحد المجتمع، وكتجيب واحد الشاب وكتكبرو يعرف كل شيء داك الشيء اللي كاين في المجتمع، حيت هذاك الشيء كله زائد هو كيعطي الوطنية. كتمشي عند الإنسان المغربي كتقلب ليه المقرر ديالو، المقرر ديالو لا علاقة له بالبيئة اللي كيعيش فيها. لمشيتي عند الدري صغير وقلبتيه، أماك سمعتي الخوخ والبرقوق والرمان والشهدية والمزاح والدلاح والبطيخ، دابا خصكم تاخذوا بواحد وادي اونتريغيوني لا ديفيرسيتي. فاش كتكون في البيئه كدير واحد الانسان انتيليجون. علاش؟ حيت لا ديفيرسيتي كتجيب لك بزاف ديال لي زيليمون. واحد الانسان اللي كيعرف غير من كاين الصوت، واحد الانسان اللي عنده غير من عدسها وفولها وبصلها، ماشي الفوكابولير ديالو الانتيليجنس ديالو ما تقدرش تكون ديال واحد الانسان اللي عنده من تومها وعدسها وبصلها وعنبها ورمانها وخوخها وبرقوقها وشهديتها ومزاحها وبطيخها ودلاحها وقصبيتها وبطاطا حلواتها. وسمعتوني الاخوان، هنا كيعطيك توتالمون تو ديفيرنت بيرسوناليتيز. اوكي، اذا هنا لا ديفيرسيتي، غادي ندخلوا ثاني لهاد لا ديفيرسيتي، واش هي العلاقه ديالها بالانتيليجنس ديال الانسان؟ واحد الانسان اللي كيعيش في المدينه تيكون بلوز انتيليجون، فواحد البلاصه فيها واحد الاكتضاد سكاني بزاف تيكون بلوز انتيليجون كواحد البلاصه نائيه. لماذا؟ لحقاش قدام عينيه كيدوزوا بزاف ديال التجارب. نفس الانسان، واحد الانسان كيعيش في واحد لا ديفيرسيتي اكستريم، هي كيكون عنده كل شيء، النحل والحمام والدجاج والمسورة والبخوش جميع الأنواع ديالو وكل شيء، فهنا كتعطيك واحد الإنسان. ولكن ماشي هذاك هو الموضوع. الموضوع ديالنا هو أن المغاربة أشنا هو الحاجة اللي درتي باش ريونفوسي ديك الوطنية اللي فيهم، ديك الوطنية الفطرية اللي فيهم، أش درتي أنت باش ريونفوسيها؟ واش أنت شديتيها ريونفوسيتيها وعززتي البلاد ديالك؟ إلا ما عندكش تماثيل ديال إنسان مغربي واقف يا بالجلابة ديالو يا لابس الشورت ديالو يا هاستيلو تمثال تشدو تنحتو من البرونس وتحطو انتلدان ما تبقاش تعاود ليا على الوطنية. الوطنية فعلا كتعطيها لهن البيئة، ولكن هذاك الوطنية كتفوتي فيها شكون؟ كيد النظام هو اللي كيشد هذيك الوطنية وكيعطيها واحد لا ديريكسيون بوزيتيف وكيرجعها فروتفو. سمعتونا الإخوان؟ إذن ما تلوموش ديالي غير الوطنية ديالو ما كاملاش. فاش كنعبر أنا على الوطنية ديالي كنعبر على الوطنية ديالي الفطرية، أنني ابن أمي وأمي ديما غتبقى عزيزة عليا، وابن با وبا ديما غادي يبقى عزيز عليا. سمعتيني؟ أوكي، إذن هنايا السؤال اللي كنسول النظام، عندك 70 عام تبني بها الوطنية، إلا بديتي التعليم 60 عام هادي خص دابا تكون عندك واحد الإنسان وطني. ماشي بالضرورة غير داك الشيء، إلا كانت عندك نية خالصة واحد الإنسان كتقري على الشعر المغربي،
كتقري على الأدب، كتقري على الأدب المغربي، كتعود لي على واحد ثقافة معينة، خصك تقري على الثقافة المغربية. حنا كنا كنمشيو كنقراو، وفاش كيجي الامتحان تيقول لك اوكي عندك غادي تختار ما بين روسيا والامريكان والهند والبرازيل، ها فاش كتبغي تقرا داكشي ديال الجغرافيا ولا داكشي ديال التاريخ ولا شي. التاريخ ديالنا ديال المغرب غائب غائب، الناس كيعتز بالتاريخ ديالهم. كاين شي بحال الامريكان، فاش كتقرا التاريخ ديالهم، التاريخ ديالهم واحد تاريخ جميل، كيحشم شويه يعاود لك على السلايفري ولا يعاود لك على ديك، فهمتي داك هو ما كيحشمش، كيكتب التاريخ وكيصوبو لك وكتقرا. هو في اي تاريخ كتقرا عندهم هو كدوخ، الا قريتي غير على الكمبيوتر كتجيبو. قريتي على التاريخ ديال الصبابط، قريتي على اي تاريخ اي، علاش؟ حيت التاريخ هو نحن. كتمشي كتقرا التاريخ ديال المغربي ما كيقولوا لك حتى شي قلوه، هما ديما ازدهر وتقدم وداكشي، ما عندهمش هما الا جات واحد الدوله وقودت سوايع وما دارت حتى شي قلوه ويكتبوا لنا عليها، كيجيو كيكذبوا علينا في التاريخ. التاريخ ديالنا حنا اصلا ما كنعرفوش التاريخ، الانسان ما قاريش التاريخ، ما فهمناش اشنا هو التاريخ، ما عمرنا فهمنا اشنا هي القيمه ديال التاريخ. مثلا اللغه، واحد الوقت كنتي في المغرب الا خديتي لا ليسونس في اللغه خصك تمشي تبيع الديطاي ديريكتو، سمعتيني؟ دوله كتحقر اللغه. الناس الامريكان دوله صناعيه، دوله تكنولوجيك بامتياز، ولكن ديما الخارية على الكتوبة، وديما دباس سالر، وديما فهمتي ديما الكتوبة كيتكتبو، ديما الناس كيقراو الكتوبة. كتمشي للمغرب تيقولك هداك الشي كلو ما محتاجينوش في الأدب ديالك اللغة العربية، كيعرفوش بأن اللغة العربية القانون كيتقال باللغة ديال البلاد، ولا كتعرف كيفاش القانون والخطاب اللي كدير وكاع دوك السبيتشز اللي كتهضر مع الشعب، وداك الشي راه كلشي كيدوز باللغة ديال الشعب. اذا اللغه ما خصها ما خصها تحقر. احنا واحد الوقت اللغه العربيه ولات محقوره، حتى ما محتاجش اللغه العربيه قطعا، ما عندك ما دير بها. اذا انت في المغرب ومحتاج اللغه العربيه استعملها في الثقافه ديالك. منين جيتي تستعملها ما قلتي لنا حتى شي قلوه، منين جيتي تستعمل اللغه كتعاود ليا انا على، كتعاود ليا على النابغه الدوبياني، وكتعاود ليا على، كتعود لي على شي ناس اللي لا علاقة، كيعودوا لي على الصحراء ديالهم اش كيوقع فيها، وكاش كيتحاربوا بالخيل اش كيوقعوا، وعندهم مشكل مع السبوعة، وعندهم مشكل مع الخيام، وعندهم مشكل. وانا مالي هنا في المغرب ما عندي مشكل لا مع سبوعة لا مع خيام لا مع الصحراء لا مع والو، علاش دوزتي لي انا حياتي كلها كتقريني في شي حاجة اللي لا علاقة لي بها؟ تجي بغي تقريني الشعر الجاهلي، وانا ما عندي حتى شي علاقه بهذاك الشعر الجاهلي. الوقت اللي كان عندهم هما الشعر الجاهلي، ان المغرب ما كانوش فيه العرب نهائيا. وانت بديتي لي تاريخ المولى ادريس الاول، علاش غادي تقريني شي حاجه اللي اصلا ما عمرها كانت في بلادي؟ شي واحد كيعاود لي له اي طلاد بين وساق نعامه وارخاء سرحان وتقريب تثفولي. انا ما عندي ما ندير بهذه الهضره، حيت انا ما عندي سبع في البلاد، ولا عندي كان نشدنا. واش فهمتوني يا اخوان؟ كاين الصوت اوكي، حتى اصلا المغربي ما كتباهاش تقدر تباها بالحمار ماشي بالسمع، حيت السمع ما يبقاش تقدر تمشي يجري في الجبال. السمع امين العود اصلا ما عندوش مع الجبال، العود ديما كيبغي لوطا. هضر على البغال والحمير، الا كنتي مغربي عطيني شعر على البغال والحمير الا كنتي مغربي. خلاصه الكلام، فاقد الشيء لا يعطيه. الهويه مع المغاربه كتنقصهم الوطنيه وكينقصهم الانتماء، وهذاك هو اللي درتي داك الشيء، عجنتي انت بيديك الوقت اللي شديتي انت الشرق الاوسط، وهما اللي خلصوا لك التعليم، ولاو كيديسيديو اش يدخل الدماغ ديال الانسان المغربي واش ما يعرفش الانسان المغربي، تما بعتي الهويه ديال الانسان. فما تجيش تبكي عليا دابا تقول لي الانسان المغربي فقد هويته،
فقد هويته، حيت داكشي اللي كيقرا ما عندوش علاقه بالمغرب، عنده علاقه بانه هو واحد الانسان من الشرق الاوسط. اذا هادشي اللي عندك نتايا ولا نتوما، عندكم واحد الانسان ينتمي الى الشرق الاوسط. علاش؟ حيت انت اللي رجعتي ينتمي الى الشرق الاوسط. داكشي علاش دابا ما بقاش كيهمو المغرب، ولا كيهم واش كيوقع في فلسطين، واش كيوقع في سوريا، واش كيوقع في السعوديه وفي العراق وفي الامارات. علاش؟ حيت هو هذاك هو الخطه ديالك، انت ما عرفتيهاش، انت ما عرفتيش بان لا بقيت كنقري واحد اون جينيراسيون كنقريهم على واحد الحاجه، فهما غادي يحسوا براسهم كينتمي وهذيك الحاجه. علاش؟ حيت عندهم معلومات بزاف. علاش المعلومات مهم؟ حيت يكونسوم تايم، كتاخذ الوقت بزاف باش تدخل بزاف ديال المعلومات. اذا هنا كل شيء عنده علاقه بالوقت والاستثمار ديال الوقت. فين استثمرتيه؟ زعما انت صعيبه عليك تعرف بان الا فرعت لهم الكرب في فلسطين وداتيها بيديك. حنا كنا كان في الصباح كنفطروا في فلسطين ونتعشاو في فلسطين. فلسطين ولينا كنشوفوها النهار كامل وكنسمعوها النهار كامل وكنغنيو عليها المغرب كامل، والمغرب كله هز البناده ديالو وتابع فلسطين، وكلنا مشينا مع الجامعه العربيه ولينا عرب. فين كنتي انت ديك الساعه؟ انت هذاك هو الهدف ديالك ديك الساعه، هو بغيتينا نكون عندنا احنا واحد الانتماء، واحد الهويه، ونتميو للامه الاسلاميه. ما كنتيش كتقلب علينا اننا نتميو للوطن العربي. الصوت مقود. اوكي، وطني انا واحد الانسان من الشرق الاوسط. أنا واحد الإنسان عربي، والعربية ديالي والعروبة ديالي أكثر من ديال السعودي وديال المصري وديال السوري وديال العراقي، حيت داك الشيء اللي داز عليهم هنا في التعريب الشخصية ما داش علينا. داك الشيء اللي دوزوا علينا في المغرب ديال التعريب راه ما دوزوش على سوريا والعراق والسعوديه. شتي السعودي بكرو اللي هو من الروح ديال داكشي اللي حنا ما كيعرف في اللغه العربيه ولا في الثقافه العربيه اكثر من اللي كنعرف انا ديالي. السلام عليكم. وانزل الله ينعل ربك. نزل سيتقود. هاد الناس كاع اللي في الروم الا جاو كل شيء يقول السلام عليكم، ما بقيناش غادي نهضروا حنا كاع. كاي صافي، نزل صافي، قلنا لك نزل تقول. شكرا خويا الخلوي. هادي هي الزمله، كتلقى 30 واحد في الروم، حتى واحد ما كينقز، واحد كينقز على بوحدو، يعني خفيف. الدرب اللي عندنا في الدرب كنقولوا خفيف كندوزوا عليه بالعربيه تعرفت. اوكي، دابا ما تجيوش تسولوني انا علاش واحد تنمو مغربي مريح كيبكي على فلسطين، كيبكي علاش تم التطبيع بين المغرب واسرائيل، كيبكي. شفتوا هذيك القحبه اللي جابوا فاش داو التطبيع؟ قالوا التطبيع، وجات وحده كتبكي وكتقول لهم الا فلسطين، وحنا ما عندنا ما نديروا بالمغرب. ها واش غادي نديروا الا غدا داو مكه وكتبكي بالدموع. علاش كتبكي هذاك بالدموع؟ حيت انت ما قريتيهاش البغرير، ما قريتيهاش البطبوط، ما قريتيهاش الطاجين، ما قريتيهاش المهراز، ما قريتيهاش الميدة، ما قريتيهاش الحاشيه ديال الخبز. مشيتي انت كتقري الخرا ديال الشرق الاوسط. That's what you got. هادشي هو اللي درتي نتايا، وهادشي اللي غادي تاخد. الا دخلتي من الشرق الاوسط الانبوت من الشرق الاوسط، اش غادي يخرج لك من الجهه الاخرى؟ الاوتبوت غادي يخرج لك الشرق الاوسط. وهادشي اللي درتي انت من 1979، خريتي علينا بالشرق الاوسط والعروبه وفلسطين يا اولى القبلتين يا ثالث الحرمين، وجي عندي في 2021 كتقول لي وفين هي الوطنيه ديالك؟ الوطنيه ديالك دوبتيها نتايا. اوكي، شكرا الاخ اللي جامب عليا فك.
احترم كتعرف كاين واحد هز يديك وداكشي وشتي الناس كاع مريحين تريح وتكمش انت بحال خوتك باش تكون انسان واحد انسان عادي دون ستاند اوت ما تخليش راسك باين بزاف حيت كتجي خصك تبقى مع لا مويل. شكرا انا العيب ما خرج من فمي كلشي كيتيري وانا كنشوف حقيقه حبستها بين ضلوعي سكاتي رجولة ماشي خوف وجراحي داويتها بدموعي كتبتو الحق اللي في عيوني خليتو الكذابة يعدموني بكذبهم يا يما دفنوني حتى بشي صحاب خابوا ضنوني لا 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 انا بيالي I love you لا 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 لا